فلسطين وحزني من الذاكرة مكانا رفيعا له مأثرا. أجل كيف لا والنبي الكريم رسول السلام إليك سرى. تراك الطهور تراث الأمم أساس حضارات جل الورى. يد الغدر طالتك يا طاهرة أصابت فؤادك والخاصرة. مدينة الطيبة هي إحدى المدن الفلسطينية المحتلة خلال نكبة عام 1948، وهي تقوم فوق البقعة التي كانت تقوم عليها قرية حفاريم الكنعانية. تقع هذه المدينة إلى الشمال الغربي من محافظة بيسان، حيث تحيط بها أراضي الطيرة وكفرة ويبنى وكفر مصر وتمرة. للمساجد في مدينة الطيبة دورها المميز في تعزيز العلاقات الاجتماعية بين المسلمين، وتعزيز ذلك النوع من التكافل الاجتماعي بينهم. ولعل أشهر هذه المساجد الموجودة في مدينة الطيبة مسجد خالد بن الوليد، وكذلك مسجد أبي هريرة، ومسجد نداء الإسلام. لم يكتف البعض بمجرد الحديث عن ذكريات الطيبة القديمة، بل آثر الاحتفاظ بكل ما يجسد ذلك الماضي الجميل من قطع فنية وتراثية وملامح تاريخية لفلسطين الأصيلة. فها هو الحاج خليل صالح يصر على الاحتفاظ بكل ما يذكره بماضيه وماضي وطنه الأصيل، ويجمع ذلك في متحف متواضع أطلق عليه اسم متحف الأقصى، جمع فيه الأواني القديمة والأباريق، وكذلك الطاحونة والمصابيح، أدوات الزينة وأدوات الزراعة أيضا، كلها هنا في هذا المتحف الصغير. هذه هي مدينة الطيبة الجميلة، هذه هي الأرض الأصيلة، أرض المرابطين الصامدين على ثرى الوطن والمتشبثين بترابه الغالي. إنهم هنا باقون، باقون رغم كل محاولات التضييق والتهجير. فلسطين وحزني من الذاكرة مكانا رفيعا له مأثرا. أجل كيف لا رسول السلام إليك سرى. تراك الطهور تراث الأمم أساس حضارات جل الورى. يد الغدر طالتك يا طاهرة أصابت.